سلام عليكم طلاب، أكمل وياكم شرح المحاضرات. وأول موضوع راح أخذه اليوم هو الفيز بريكينج، أي تكسير اللزوجة، حيث تعتبر هذه العملية إحدى عمليات التكسير الحراري اللي تستخدم في المصافي النفطية. تستخدم بشكل أساسي حتى أقلل اللزوجة ونقاط الانسكاب الباتامز أوف فاكيوم تاورز، أي الفاكيوم ريزيديو اللي يكون أسفل برج الفاكيوم، وبالتالي تنتج زيوت بلزوجة أقل وحسب مواصفات ومتطلبات السوق. يعتبر الكازولين من أهم المنتجات البترولية اللي تنتج بهذه العملية. بالنسبة للتفاعلات والعمليات اللي تحصل للفيز بريكينج، فهي أولا تكسير السلاسل الجانبية المرتبطة بحلقة البرافين الحلقية والعطرية. هذا ما معناه أنه شكو سلسلة جانبية مرتبطة بالمركبات الحلقية أو العطرية راح تتكسر. كذلك طلاب راح يصير تكسير للراتنجات وتتحول إلى مركبات هيدروكربونية خفيفة، كان تتحول إلى مركبات أوليفينية. أما عند درجة حرارة تزيد عن 900 فهرنهايت فرح يتم تكسير الحلقات النفثينية. يوجد نوعين من عمليات تكسير اللزوجة، النوع الأول اللي هو الكويل أور فرنس كراكر، والنوع الثاني سوكر. والشكل الأول يوضح النوع الأول من عملية تكسير اللزوجة، حيث يدخل الفيد بدرجة حرارة عادية يعني من 885-930 فهرنهايت، أي بواقع 473 إلى 500 درجة مئوية. يكون زمن التفاعل من 1 إلى 3 دقائق، حيث تسخن المواد الداخلة في الفرن وبعدها تمرر إلى الفراكشنيتر كولوم حيث تجري عملية الفصل. وممكن استخدم ستيم ستريبر مع الفراكشنيتر لفصل أفضل لمنتجات تكسير اللزوجة. أما النوع الثاني فهو السوكر، وتكون هذه العملية متشابهة إلى حد ما مع العملية الأولى، لكن ما يميزها هي وجود السوكينج درام، يعني أسطوانة تكون بعد الفرن. بهاي الأسطوانة تحدث أغلب تفاعلات التكسير الحراري، ويكون زمن التفاعل بهذا النوع هو أكثر من النوع الأول، يعني ممكن يمتد حتى 10 دقائق. ومثل ما تشوفون الشكل اللي واضح أمامكم، يعني هنا سوكينج درام ويكون موقعه يعني بعد الفيرنس، ومن ثم الفراكشنيتور والمشتقات النفطية اللي تنتج بواسطة هذه العملية. وتكون درجة الحرارة بهذه العملية من 800-830 فهرنهايت، أي من 427-433 درجة مئوية تقريبا. أما هذا الجدول فيمثل العلاقة ما بين فيز بريكينج تايم والتيمبريتشر، يعني لما يكون زمن التفاعل 1 minute تكون درجة الحرارة 485 سيليزي، ولما تكون زمن التفاعل دقيقتين تكون درجة الحرارة 470 سيليزي وإلى آخره. وناخذ موضوع جديد اللي هو الكاتاليتيك كراكينج، أي التكسير التحفيزي، واللي تعتبر من أهم عمليات التحويل اللي تستخدم في مصافي تكرير النفط، وتستخدم بشكل شائع لتحويل النفط البترولي اللي إلى درجة غليان مرتفعة جدا وليحتوي على مقادير كبيرة من الهيدروكربونات الثقيلة إلى مشتقات بترولية خفيفة. لذلك تعتبر هذه العملية من العمليات المهمة لإنتاج الكازونين أي البنزين من المركبات الثقيلة. وشافوا أنه كمية الكازونين اللي تنتج بهذه العملية أكثر من كمية الكازونين اللي ينتج بعملية التكسير الحراري. كذلك تحتوي الغازات الخفيفة الناتجة عن التكسير التحفيزي على أوليفينات أكثر من الغازات الخفيفة اللي تنتج عن طريق التكسير الحراري. وبهاي العملية تتم عملية التكسير عن طريق استخدام محفز، وممكن ان تجري هذه العملية باستخدام درجات حرارية وضغط اقل من درجات الحرارة والضغط المستخدم بعمليات التكسير الحراري. ومن الضروري تجديد عمل المحفز اللي هو الكاتاليست والحفاظ على نشاطه. يتم هالشي عن طريق استخدام الكربون،
يتم نقل المحفز باستمرار من الرياكتر إلى الريجنريتر ومن ثم العودة إلى الرياكتر، ويكون تفاعل التكسير ماص الحرارة، أما تفاعل التجديد يكون باعث للحرارة. ويمكن تصنيف عمليات التكسير التحفيزي المستخدمة بهذا اليوم بالمصافي على أنها أما وحدات ذات طبقة متحركة moving bit or ذات طبقة مميعة أسميها fluidized bit. الطريقة الأولى طريقة الموفينج، يتم السماح للكاتاليست بالسقوط ببطء عن طريق استخدام مبدأ الجاذبية من خلال المفاعل والريجنريتر، ويتم إعادته ميكانيكيا إلى الأعلى. أما الطريقة الثانية فهي تعتمد على خاصية التميع اللي من شأنها تمكن من نقل المحفز بشكل مستمر بين المفاعل والمولد الريجنريتر. بالنسبة للكاتاليست فكلا العمليتين يتم استخدام بهما محفزات متشابهة بشكل أساسي، بس إنتاجهم راح يكون بشكل مختلف. النوع الأول يعتمد على البيتس، أما النوع الثاني فيعتمد على الفاين باودرز. ومن المحفزات المستخدمة هي محفزات السيليكا الاصطناعية كالألومينا اللي يكون نشاطها عالي يكون غير متبلورة، كذلك بلورات السيليكا الاصطناعية كمحفز الألومينا اللي يسميه بالزالتس، واللي تكون فوائده على النحو الآتي: انه يعطي نشاط أعلى، وكذلك يعطي إنتاجية أعلى من الكازونين، كما أن الكازونين يحتوي على مركبات عطرية وبرافينية بصورة أكثر، وكذلك انخفاض إنتاجية فحم الكوك وزيادة إنتاج الأيزوبيوتان، وكذلك القدرة إلى نسب تحويل أعلى. بالنسبة لتفاعلات التكسير التحفيزي، فالمنتجات المتكونة في التكسير التحفيزي هي نتيجة تفاعلات أولية وثانوية، وتتضمن تفاعلات الأولية عملية كسر آصرة الكربون كربون، ويمكن تمثيل هذه التفاعلات الأولية على النحو الآتي: يعني البرافين راح تتفكك إلى برافينات وأوليفينات، الكيل نفثين راح تتفكك إلى نفثينات وأوليفينات، والكيل أوروماتيك راح يتفكك إلى أوروماتيك وأولفين. بالنسبة لميكانيكية تشكيل آيونات الكربون في البداية، تتم عن طريق عملية التكسير الحراري لكمية صغيرة من البرافينات لتكوين الأوليفينات، وتضيف هذه الأوليفينات بروتونا من الكاتاليست لتكوين آيونات كربونية كبيرة، وهذه الآيونات راح تتحلل وفقا لقاعدة بيتا، ويتم فصل آصرة الكربون كربون إلى آيونات الكربون والأوليفينات لتكوين آيونات كربونية وأوليفينات صغيرة، وبعدها يتم نقل آيون الهيدروجين من البرافين لتكوين جزيء برافيني صغير وآيون كربون كبير. راح أعطيكم مثال على عملية تكسير الهيدروكربون للN أوكتون. الخطوة الأولى راح تكون thermokinetic initiation reaction، أي التفاعل البدائي لعملية التكسير الحراري. فالN أوكتون راح يتفكك إلى الميثان وإلى مجموعة الألكيل، هاي اللي تشوفوها R مربوطة بـ CH رابطة مزدوجة CH2، حيث أن R تساوي CH3CH2CH2CH2CH2. الخطوة الثانية هي البروتون شيفت، أي تحول أو انتقال البروتون من المحفز لتكوين آيونات كربونية كبيرة، بالتالي راح يتم فصل آصرة الكربون كربون، هاي الآيونات الكربونية راح تتحلل وفقا لقاعدة بيتا بالخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة هي إعادة الترتيب لجعل الستراكتشر أكثر استقرارا. أما الخطوة الخامسة فهي انتقال آيون الهيدروجين، وهكذا راح يتشكل لي آيون كربوني كبير وتكون السلسلة جاهزة لتكرار نفسها. وبالنسبة للسكندري رياكشنز، فممكن أن يخضع البنزين المتكون من عمليات التكسير الأولي لمزيد من التكسير الثانوي، واللي ينتج بشكل عام عن طريق آليات نقل الهيدروجين، يعني مثل الأزمرة والتشكيل الحلقي وتكوين فحم الكوك. ويمكن تلخيص التفاعلات الرئيسية في مفاعل التكسير التحفيزي على النحو التالي: بالنسبة للبارافينات
فعملية تكسير البرافينات راح تعطيني برافينات زائد أوليفينات. أما بالنسبة للأوليفينات فالأوليفين كراكينج راح يعطيني LBG أوليفينز، والأوليفين سايكليسيشن راح يعطيني نفثينات، وأزمرة الأوليفينات راح تعطيني أوليفينات متفرعة زائد برافينات متفرعة، والأوليفين H ترانسفير راح يعطيني برافينات، وممكن الأوليفين سايكليسيشن راح يعطيني فحم الكوك. وبالنسبة للنفثينات فالنفثين كراكينج راح يعطيني أوليفينات، والنفثين دي هيدروجينيشن راح تعطيني أروماتيكس، أما أزمرة النفثينات فراح تعطيني ريستاكتشر نفثين، أي نفثينات معاد هيكلتها. أما الأروماتيكس فراح تعطيني أروماتيكس زائد أوليفينز. بالنسبة للأروماتيك ترانس ألكليشن راح تعطيني الكيل أروماتيكس، أما الأروماتيك دي هيدروجينيشن راح تعطيني بولي أروماتيكس. وبنهاية هذه الفقرة تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم.